وله من يجب التوقف عندهم، صناع الفرح وما أكثرهم في الهلال. رح نحاول ذكرهم وليس حصرهم مع مديا رضوان. صناع الفرح، هكذا طلب مني أن أتحدث عن صناع الفرح بالهلال. اسم الهلال لوحده فرح، مشجع الهلال هو الأكثر فرحاً، يكاد لا يمر موسم دون أن يتوج، واعلم أنه حين لا يتوج يكون المنافس الأكبر. تريدونها من الآخر، مو بس بطل عد وغلط، يعني أنت بتعد وبتغلط. أحسن لاعب بآسيا على الخط خربين، أحياناً بيلعب وأحياناً ما بيلعب، على هتان، على كنو، على بريك، على الشهراني، على نواف، على سلمان، على سالم، على عد وغلط. لن نغلط، سأبدأ مع الرئيس فهد بن نافل. هادئ قليل الكلام كثير الأفعال، بزمنه توقف القيل والقال، والهلال تربع على عرش الآسيوية والدوري في موسم استثنائي. وعند قول استثنائي، هناك لاعب اتفق عليه المحللون والنقاد والمشجعون، وحتى نجوم البرازيل في زيارتهم أشاروا إلى سلمان الفرج بأنه لاعب بمواصفات استثنائية. مبروك لنا كأس آسيا، مبروك لنا الموسم المميز اللي هو كأس آسيا والدوري. يعني الأمانة مجموعة تستاهل تكون أو تصير مجموعة استثنائية. يعني بعد سلمان سأتحدث عن سالم الدوسري، هو صانع للفرح ومصنع للمهارات، قدم موسما مميزا. وعند ذكر التميز تأتي أسماء ياسر الشهراني وعبد الله عطيف، محمد البريك، نواف العابد، سالم شهري، هتان بهبري، محمد كنو، علي البليهي والواكد وجحفلي. وسأتوقف قليلا عند الحارس عبد الله المعيوف. دائما الشخص اللي يبغى ينجح يستفيد من اللي حواليه، يعني تجارب. يعني في يوم من الأيام كنت احتياط محمد دعية، في يوم من الأيام كنت احتياط علي الحبسي، هذول يعني توقع حارسين في الخليج وآسيا. عد وغلط، هذول المحليين بقى شفت على الأجانب، من جوفينكو لجوميز لكاريلا، ولا يعني فريق حقيقة ترفع له القبعة. أما الأجانب فحدث ولا حرج، وسأبدأ مع رأس الحربة، ولا يذهب ذهنكم إلى جوميز. سأبدأ مع المدرب الروماني لوشيسكو، من عرف توزيع المهام وحصد المهم والأهم. نعود إلى رأس الحربة داخل الميدان، الفرنسي جوميز. احتفاله أضحى تقليدا، منافس على صدارة الهدافين، يحب القهوة والشباك. الإيطالي جوفينكو القصير المكير، وكاريو وكويلار، وحتى الكوري الجنوبي جانغ هيون والسوري عمر خربين، يعطون بقدر ما عول عليهم، يقاتلون من أجل الشعار. أما الراحل إدواردو فرحل رحيل الكبار وترك الإرث الثقيل، وبالتأكيد هو أحد صناع الفرح في الهلال. Olá, Shabab. Estou aqui para fazer a minha despedida. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter jogado nesse clube. هاي للأمانة النقص كان واضح جدا، هو جمهورنا صراحة، جمهورنا اليوم وحشنا. الدور يأتي على الموج الأزرق، هو كذلك له دور رئيسي في صناعة الفرحة الزرقاء. بعد الأجانب والمحليين والموج الأزرق، سأترك الصورة تتحدث عن المحبوب الشلهوب. مدي الرضوان، صدى الملاعب.